باسمه تعالى انتهاكات سجن جو يحق المضربين عن الطعام. إنما يجري حاليا داخل أورقة وذهل سجن جو المركزي لهو دليل واضح على مدى الانتهاكات المخالفة لكافة العهود والمواثيق الدولية، وذلك بعد أن قام مجموعة من السجناء باتخاذ خطوة الإضراب عن الطعام نتيجة عزلهم عن بقية السجناء ووضعهم تحت القيد الأمني المشدد لمدة طويلة بلغت العامين والنصف، مع أن ذلك مخالف تماما لقوانين وتعليمات اللوائح الداخلية. خطوة الإضراب أتت لكس القرار الإداري، إلا أنه فوجئوا بالتالي: أولا استخدام الإدارة سياسة التعذيب النفسي بحقهم، وذلك من خلال التعامل معهم معاملة سيئة من أجل ثنيهم عن قرارهم عن الإضراب. ثانيا استخدام سياسة العقاب الجماعي من أجل الضغط عليهم، وذلك عبر حرمانه وحرمان بقية السجناء الآخرين من أبسط حقوقهم من التشمس والاتصال ودكان النزلاء وغير ذلك. ثالثا عزم الإدارة على فصلهم عن بقية السجناء ووضعهم في زنازين خاصة بهم، ومن ثم حرمانهم من حقوقهم وصولا إلى منعهم من السوائل. رابعا تعمد بتجاهل فحصهم طبيا أو عرضهم على العيادة الطبية متى دعت الضرورة. ولهذا فإنني أحمل الجهات المعنية ذات الصلة وإدارة السجن ما يسمى إدارة الإصلاح والتأهيل مسؤولية سلامتهم، كما وأنني أناشد كافة المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية بالضغط على السلطات البحرينية بالنظر في شؤونهم وحقوقهم. ناجي فتيل، ناشط ومدافع عن حقوق الإنسان، معتقل رائد من داخل سجن جو المركزي.